وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للعاصمة التونسية للمشاركة في أعمال القمة 30 للجامعة العربية. ويرأس فخامة الرئيس وفد بلادنا للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق بالعاصمة تونس. وكان في استقباله لدى وصوله مطار العوينة الرئاسي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واصطحب الرئيس التونسي أخيه الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى منصة الشرف، حيث عزف السلامين الوطنيين للبلدين الشقيقين واستعرضا حرس الشرف الذي اصطفى لتحية الرئيسين. عقب ذلك توجه الرئيسان إلى القاعة الشرفية لتبادل الحديث الأخوي الودي والسلام والترحيب بفخامة الرئيس والوفد الرسمي المرافق له. أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أن حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإرهابي الحاكم في إيران يفوق كل وصف، مشيرا إلى أن المأساة طالت كل مدينة وحارة ومنزل في اليمن، والحرب التي تسببت بها هذه الميليشيات الإرهابية فاقمت المشاكل الاقتصادية والإنسانية والأمنية. ولفت فخامة الرئيس في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 30 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس إلى أن أعمال هذه القمة توافق تاريخا هاما سيظل خالدا في ذاكرة اليمنيين جميعا، وشاهدا حيا على واحدة من أجلى صور التضامن العربي والمتمثلة في قرار عاصفة الحزم التي انطلقت في 26 من مارس للعام 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة 10 دول عربية لدعم السلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي الطائفية الإرهابية. استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على هامش أعمال القمة العربية 30 التي استضافتها تونس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وتطورات العامة في المنطقة. وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي مشيدا بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعمليات التحول المرتكزة على مرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرات الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. وأكد فخامة الرئيس على عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، لافتا إلى المكانة التي تتبوأها جمهورية روسيا الاتحادية على المستوى الدولي. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظ الحديدة الدكتور حسن علي طاهر للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه تنفيذ اتفاق الحديدة. وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء إلى جملة من المواضيع المرتبطة بالمحافظة، وفي مقدمتها استمرار تعنت الميليشيات الانقلابية وعدم جديتها في تنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق عن تفاهمات السويد في صورة واضحة باستمرار نهجهم في المراوغة ورفض الاتفاقات وتقديم مصالحهم الأنانية على مصالح الشعب اليمني. استمع نائب رئيس الجمهورية من محافظ المحافظة إلى آلية صرف المرتبات في المحافظة على مختلف القطاعات التي سلمت لأكثر من 31 ألف موظف وبأكثر من 2 مليار ريال. وأكد أن الشرعية تولي اهتماما كبيرا بتحسين أوضاع المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بعموم المحافظة، وتدفع مرتبات الموظفين وتسعى لتوفير الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء وغيرها، وتعمل على تحسين العملة الوطنية من الانهيار في وقت لا تهتم جماعة الحوثي الانقلابية بشيء سوى افتعال المزيد من الحروب وسفك الدماء ونشر ثقافة الحقد والكره. رأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة المؤقتة عادن اجتماعا لقيادة وزارة الأشغال العامة والطرق كرسي لمناقشة مستوى إنجاز المشاريع التي تنفذها الوزارة في عدن والمحافظات المحررة والمشاريع المخطط تنفيذها والآليات الكفيلة بتكثيف الجهود لإنجاز العمل في المشاريع القائمة بأسرع وقت ممكن. وتدارس الاجتماع الحلول العاجلة للصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع
المقترحات الكفيلة بتجاوزها ضمن الجهود الحكومية لتسريع عجلة إعادة الإعمار والاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة. وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الكفيلة باستئناف مشروع توسعة وتطوير الطريق البحري بالعاصمة مؤقتة عدن، حيث وجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة التنفيذية للمشروع بضرورة التسريع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف مشروع الطريق البحري باعتباره من أهم المشروعات الاستراتيجية، وسيسهم بشكل كبير في معالجة الاختلافات المرورية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدن من خلال رفع كفاءة مستوى شبكة الطرق وتحسين خدمات النقل وتأمين سلامة السير بشكل عام. أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الضالع ومختلف الجبهات، ونوه خلال لقائه اليوم بمحافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح بالالتفاف الشعبي والمقاومة الباسل لتحرير ميليشيات الحوثي من بقية المناطق التي لا زالت تحت سيطرتها شمالي الضالع، مؤكدا على ضرورة استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة التي لا زالت تقبع تحت وطأة ميليشيات الحوثي الانقلابية وتقديم كافة الاحتياجات الضرورية والاستمرار في دعم وتعزيز قوات المقاومة والجيش الوطني. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي أثبتت فاعليتها في دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس، وستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، منوها بالآليات التي ينفذها البنك المركزي اليمني وأهمية تعاون جميع البنوك التجارية الإسلامية، بما يؤدي إلى تطبيق الفاعل للسياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار النقدي والمالي. دشن وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح بالعاصمة المؤقتة عدن المرحلة السادسة لتوزيع 1200 طن من الأرز مقدم كمنحة من جمهورية الصين الشعبية للشعب اليمني. وخلال عملية التدشين التي تنفذه مؤسسة شركة للتنمية الاجتماعية، ثمن وزير الإدارة المحلية مواقف جمهورية الصين الشعبية تجاه الشعب اليمني الذي يواجه ظروفا صعبة جراء انقلاب الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن اللجنة العليا للإغاثة ووفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بما فيهم الذين يعيشون في المناطق التي سيطرت ميليشيات الحوثية، لافتا أن العام الحالي سيكون عام العمل الإغاثي، وذلك من خلال اعتماد المساعدات الطارئة للأسر النازحة بمختلف المحافظات اليمنية، معبرا عن شكره لمؤسسة شراكة للتنمية الاجتماعية لما تقوم به من أعمال تنموية تجاه المواطنين، متمنيا للمؤسسات والمنظمات الدولية إلى توحيد الجهود لمن شأنه الوصول إلى مختلف شرائح المواطنين.